هلا حبيبي، اشتقت لك كتير. انا حياتي قلت لك بنت خالتي عندي، خلص بس يروح وبدق لك وبعدك بتكون اسعد انسان بالدنيا. اوكي حبيبي، طيب اوكي، يلا باي. كل ما بقعد البيت بقلعوني، شو بدي اعمل هلا؟ الو يا ليلى، اهلين خير. العم ما اوقع، شو هالحكي ها؟ طب ليكي انا هلا شي نص ساعه بشوفه، بس وين؟ بيت جديد؟ يلا ابعتي لي العنوان مسج ولا اقول لك بي بي. الله معي. لحريشه شو كم بيت عندها هي؟ هي اما مليونيره يا شحاد يونيره. أكيد صارت الصورة واضحة عنده اللي حتى عم ينادولي. بحب أنصحك إنه لازم تراجع أفكارك وبعدك إذا بتحاول. عماد الهي رح تيجي ولا مش بتطلع على الشهر؟ قلت لك صارت الصورة واضحة، مبين من صوته. لك شو طرشت؟ هلا قول إنه نحن اللي خليناك تراجع. لا ليكني ليكني. توفيق، اهلين يا بجانتي. مرحبا. اهلين الحبيب. هات نشوف شو في طلبيات، اوان ما عندي وقت. طلبيات ما في. شلون ما في يعني؟ والله ما في، ما في شيء. هات نشوف مين عم بدق لنا. ايوه. اهلين ليلى. شلوني؟ شو اخباري؟ اجي لعندك على البيت؟ لا ما بنكشف على نسوانك. بخجل انا. شو بدنا نعمل؟ متعشى؟ اي متعشي انا دايما. اي ليكي ما بقدر، ما بقدر والله ما بقدر، الله وكيلك عندي شغل انا، معلمي توفيق ما بيخليك. اي طب خلص. لا لا حتى ما فيني اتاخر بالسهره انا لانه بكره الصبح عندي فحص. لا مو بكالوريا، ليسي. اي بكره الصبح بنكين. خلص خليها غير يوم، حاكيكي انا بجي لعندي. ماشي يلا. الله مع دواليبي. الله يسامحك يا ابو جانتي، كنا رحنا سليناها، يمكن قاعده لحالها ملانه. روح سليها انا وياه، ليش يعني ما بقدر سليها انا لحالي؟ كوع شايفني؟ لا مو المقصد، بس انا قلت يمكن عندها رفقات، بروح انا بسليهم. ايوه. توفيق شو صحيح عملها ولا مساكينه؟ جيتك جيتك معلم. روح شوف شغلك روح.